انت كي يجيك شاب يقول لك شيخ انا كرهت حياة المعصية، يجيك واحد يقول لك انقذونا عينا، صح ماشي حياه. والله يا اخوان ما حياه وما يعلمون هذا. وربما هنا كاين منا كثير منا خرجنا ما شاء الله على الاستقامه، يقول شيخ انا ما نتعاطاش مخدرات الحمد لله انا من المساجد. بصح كاين حاجه نقول لكم، احنا كامل لازم نتعلموا هذا الكلام اللي نسمعوه. علاش؟ باش احنا غدوه في الحومه في الدار ولاد عمي كي نتكلموا ننصح بهذا الاسلوب، نعرض لكي اصل اليه. لاخاطش لو كان الان نحصر هذه النصيحه وهذا التوجيه في بعض المشايخ ما يكفيش، لاخاطش هي افه يا اخوان. كاع على بالكم ما كانش حي يسلم منها ولا مؤسسه تسلم منك، ما كانش. فلهذا واش يجي يقول لك؟ يقول لك شيخ انا عييت من حياه المخدرات، عييت من هذه الحياه، انقذونا. هذا واش يقول لك؟ اسمع واش تعرف واش تفسر انت؟ فسر لي فيه الخير، فيه الخير. انت واش الدور تاعك؟ حرك له هذاك الجانب الخير اللي راهو فيه، هو اليوم تحرك لهم جانب الشر اللي راهو فيهم. عبك باللي يا اخوان عبك شغلهم عايشين. شوف يصبح على المعصية هكذا معايشين، يصبح على المعصية، يمسي على المعصية، يقول المعصية، يفعل المعصية، يتقلب في المعصية، ظلمات بعضها فوق بعض، هذا فاش عايش. وكيفاش حبيت؟ ومن بعد يجي يقول لك شيخ، يقول لك أنايا ربي ما يفتحش عليا، الحاجة اللي نديرها، حاجة اللي نديرها ما تصدقش. بصح أخي الكريم أنا عبك نقول لك واش وصل لك أنت في الحياة هذه، ودي رسالة إلى شبابها، حتى اللي ما يتكيفش المخدرات. يقول لك ما عندي والو راني عايش، صح ما نكذبوش حنا عايشين في الجزائر وكما قال الشيخ ابناء احياء شعبيه على بالنا بلي الخدمه قليله. ويقول لك شيخ ما نكذبوش، يقول لك انا ما عندي دراهم، ما عندي زواج، ما عندي دار، ما عندي خدمه، صح كثير منهم هذا هو حاله. بصح روح انا نسالك الان اخي الكريم، انت لك تقول لي هذه ما عنديش، هذه ما عنديش، لكن انت يا تصلي ما نصليش، تقرا قران ما قراش قران، تروح للجامع الله ما نروح للجامع يا شيخ، اي واش حبيت؟ انت انسان قطعت العلاقه بينك وبين الله، وبعد تحب ربي يفتح عليك الابواب، اصلح ما بينك وبين الله سترى من الله العجب. احنا عبد وصلنا احنا اليوم سددنا الطريق بيننا وبين الله بالذنوب والمعاصي، ومن بعد نحبه، يقول لك انت يقول لك شيخ وكان يديروا لي كذا وانتو، لا لا هذا مخالف لحكمة الله في الوجود. الله تعالى قال أطع ربك، أصلح ما بينك وبين الله يعطيك الله. هو الذي قال ومن يتق الله بعدما تحقق التقوى لتجي تأتي الفتوحة. خلطنا عبد الله صح نقول شبابنا فيه الخير، لكن لا يعرف زمن وقت وصلنا فيه إلى أزمة أخلاق كما هذه الأيام اللي نعيشها. راني ولينا شكون دوك يقدر يخرج مع يماه يمشي في الطريق مع اخته مع بنته مع الزوجه تاعو؟ تخرج للدار تقول روحي وحده، تقول روحي ما تقدرها. سبحان الله العظيم، يعني شوف لوين وصلنا. بالسياره ما تقدر، والله بالسياره ما تقدر. يعني وصلنا اخبار عن الناس مسكينه، كاين اخ والله يا ربي بس شوفوا وين وصلنا، كاين اخ مسكين 7 سنين سجن، اخ تاع استقامه تاع مسجد بسبب هذا، كان مع الزوجه تاعو وزوج بناته صغار بالسياره يسوى، والزوج قدامه بالسياره يديروا الغناء والكلام الفاحش. حل ما ضرنا، قالوا اسكت اسكت مع الان زاد سبوه. شكون راح يحكم روحه؟ قد تحكم روحك قد ما حبط له ضارب معاه، قد ربي وبعدها خلاص الكهوم راح، قد الله عز وجل في الطريق هذوك اللي كانوا يسبوه فيهم مات، حبس قلبه هرده. عشى 7 سنين حبس مسكين، خلى بناته 3 سنين خلى صابهم 10 سنين. شتي البلا؟ شتي وين راه عايشين؟ خلاص عيينا من هذه الحياة، لابد أن ندق ناقوس الخطر. لابد أن ندق ناقوس الخطر. بصح رغم كل شيء فينا خير، قلت لك ذكروا بالله جيب ويجيك. إذا هذه وظيفة شبابنا اليوم، يقول لك شيخ والله أصلح ما بينك وبين الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوف ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالك تقول انا كاين الناس دليل، كاين الناس مقطع تاع فيديو تاع زوج دقائق غير له حياته غيرها له، فقط خلاص نعقد العزم الان يا اخوان اني افتح صفحه جديده مع الله، انا نكبره كما قال الشيخ البارح كان 20 30 40. المشكل ماشي في الخطا، كلنا نخطئ، هذه لازم تسمعوها مليح. المشكل ليس في الذنب والخطا، لاننا كلنا ذو خطا. المشكل كي تكبروا ما تستعقلش، ما تفهمش، ما تراجعش نفسك،
سبحان الله، انت 20 سنه كنت طايش انسان صغير، كان 30 سنه كيما 20 سنه ما يتبدل، 35 سنه كيما كان كيعمر 20 سنه، مازال كيد مخدرات، مازال يدور مع دراري صغار، مازال كذا. يا اخي اقعد مع روحك، هذه هي مشكلتنا اليوم. طمس الله عليك على اعيني وقلوب كثير من شبابنا، علاش؟ حياه المعصيه يا خلطة، حياه المعصيه. انا ديما نقولها، يقول لك صح شيخ وراه الحل، الحل الرجوع الى الله، ارجع الى ربي سبحانه. وزيد انت كاين هناك الكثير من شبابنا جرب حياه المخدرات، يقول لك شيخ انا درتهم كامل، شفت ودخلت كما يقول لك المؤسسه، عجبوني كيقول لك دعوه ربي الفصحى، انا كنت في المؤسسه وكذا. المهم معليش، بصح الان دوك انت الحمد لله كيتوب الى الله، على بالك بلي انسان يكون جرب طريق الشر ومن بعد تاب، الحمد لله. حتى غدوة غدوة كيجيو ناس يحبوا يغريو، قولوا لنا الطريق نعرفها، انا مشيتها، انا لي ان ارجع الى الله. الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. احنا قالنا اليوم عندنا ازمه مصطلحات ومفاهيم، احنا الناس كاين ناس مازال وكبيره مازال عم بالو هذه الحياه هذه تاع امريكا والسارق ويضرب الموز، عم بالو رجله. الرجوله في الدين، والله يا اخوان الرجوله، اذا واحد قال لك شنو هي الرجله؟ قل له الرجله هي الدين. كلما كان الانسان متمسكا بدين الله كان رجلا. المتدين يغار على عرضه، المتدين يخاف على اهله، المتدين يخشى على سمعته، هاو الدين. ربي سبحانه في القران سمى الرجال الرجوله. ناتي بمصطلح الرجوله منه؟ من القران والسنه. ربي سمى الرجال في القران شكون؟ عمر بيوت الله المساجد، ثم قال ربي رجال لا تلهي تجارة ولا بيع، أهل الصدق، أصحاب الكلمة والوفاء بالعهد، هذو هما رجال. ما شفتوش اليوم شكون اليوم؟ شكون قليل، كاين بصح قليل. ولينا نتمناو نصيبوا إنسان عنده كلمة، سلف له ضرائب في تليفون بس تشوفوا. ولينا ما نديروش الخير، ما كاش كلمة، هذه تدخل في الرجولة، هذا هو الوفاء بالعهد، الصدق. ربي سمى الصدق عند الناس رجال، من المؤمنين رجال صدقوا. مع هادو او الصيد، هاي الرجوله الحقيقيه. ومن بعد يجي يقول لك يسب الله عز وجل، يسب الدين، يخرج كذا ويسميها رجل، هذه ماشي رجوله، هذا جبان. واللي تاب تاب الله عليه، اياك ان تعتقد. عباك الرجوله المراهي، كي نكبر والدي فرحانين بيا. اعظم امنيه في حياتي اني ارضي الله ثم ارضي الوالدين، نعمه عظيمه تكبر وباباك ولا يماك يصلي موراك. تكبر وانت طبيب وحافظ قران، تكبر وانت مهندس وحافظ قران، تكبر وانت امام داعيه تصلي بالناس، نعمه. كي تكون تمشي في الطريق يقول رحم الله من ربى هذا الولد، رحم الله من ربى هذا البنت حافظه لكتاب الله، بالك الله يبارك طبيبه، بالك طبيب اسنان، بالك معلمه وحافظه مربيه، حياء جلباب حجاب شرعي، خلاص الدين غير رجوله. لازم نفهموا هذا يا اخوان، هذه دين ودنيا، دين واخره. هذه هاي اعظم نعمه في الرجوله، انه ربي يوفقك، ان والديك يفتخروا بك كي تكبر. ماش كاين ناس كيمشي كي يقول رحم الله، يقولوا هذه إما فلان الله يبارك، هذا بابا فلان، نعمه. حتى الاب احنا لا وبعد يجي يقول كيما يكبر مسكينه. نهار زدت انا نقول هذه، نقدر نقولها لخوتنا المبتدئين بالمخدرات، نقول له انت نهار زدت باباك ويماك كانوا يأملوا فيك، هذا الراجل هذا الولاد المزيود يكبر يولي راجل يولي سبع نفتخر به. دارت الايام كبرت وديتهم للحبس، كبرت وديتهم للحبس. هذه الرجوله، هذه هي يما العزيزه، ها هذه الرجوله مسكينه نهار تلحق انت تكون في الحبس وهي تدور على الرجال والائمه باش يعاونوها باش تشري قفه. واش تجي تقول لهم عاونوني قفه لوليدي السبع اللي راهو في الحبس، ومن بعد تروح في البالوار دير دير لاشان وهذه تزكي عليها الحارس يدفعها الحوزه، على جال شكون على جال هذاك اللي راهو ده. ماشي عيب تطيح في الحبس، العيب كي تقعد تتمادى داخل خارج، غلط غلط. نرجع الى الله، ومن بعد تجيب هذيك المخلوقه. كاين امهات كيما يماك انت ام، كاين امهات ولادهم راهم يصلوا بالناس، وانت يا ولد جبت يماك للسجن، ومن بعد في الحبس يوشن ام اتي مامو افون تو. هذه دي حكايتك راه. اي سبحان الله، هذه هي الرجوله. نهضر واقع، خلونا دوك الدين، نهضروا واقع. رجوله الدين، عرف كما حبي. الرجوله هي الدين، قد ما تكون صالح.
يرضى عليك الله عز وجل ويرضى عنك الوالدان، رضا الرب في رضا الوالدين. حنا دوك هاد المعاني لازم نعرفوا ونتكلموا مع خلقنا هادو المبتلي بهذا المنطق اخي الكريم. علاش؟ وكاين سؤال واحد يوجه لهم كاع، انا كي نقعد معاهم نحكي لهم هذا السؤال. نقول لهم حبين ستيك زعما كاسات جماعه في الحومه، يحشم منك شيخ ربي يحفظك والله فيهم الخير. شوف يكون يدير الغناء ينحي الغناء، يشوفك جايز يكون يتكيف حتى ولو دخان يا ربي، ماشي خوفا احتراما تسمع فيه الخير. وانا كي نقعد نقول لهم هذا السؤال نقول له حبيبي نسقسيك انت وعلاش راك تكيف مخدرات؟ علاش راك تشرب تاكل الدواء؟ علاش تشرب الدواء؟ علاش مريض ماشي؟ معلاش كامل عندهم جواب واحد كامل. واش يقول لك؟ يا شيخ باش ننسى. واش تنسى؟ قلت ما عندي والو. بصح اخي انت عباك هذيك تاع ما عندك والو، عباك شكون سبتها؟ هو انت. لماذا؟ لبعدك عن الله، حياه الشقاء. عباك شنو عايشين يا اخوان؟ والله العظيم ينوض صباح ربي ما عندوش هدف في الحياه. كاين انسان ما شاء الله ينوض صباح بالك هذا يقرا، هذا عنده هدف، هذا تاجر، هذا او يحفظ يقول لك نكمل الورد تاعي اليوم، عنده هدف في الحياه. هذوك لا، عباك ينوض صباح هو واش الهدف تاعو؟ كيفاش يفكر دراهم 200,000 ولا 300,000 في النهار باش يشري بها الدواء؟ ولازم يفكرها. شوف يدير كلش، هذا ما تستغربش كي تسمعوا يقول لك قتلوا على جال 200,000. هو خاطش هو الهدف تاعو في النهار كيفاش يصير 200,000 300,000. لهذا تسمع سرق يما، سرق اخته، هذا سرق بابه، تعدى على جارته، على جار. هو هذا هو المهم يجيب. هكذا عايشين يا اخوان الحياه هذه، لا دين لا دنيا. والادهى والامر نقول لخالتنا البارح حنايا في جهتنا، البارح هذا يومين في مقتبل العمر مات في مقتبل العمر. والله ابدي خلينا انا نقول هادو خالتنا، هذه دنيا، وكيف سنلقى الله؟ شحال من شاب منا اما ماشي حياه، يا اما مات اوفر دوز، يا اما مات بالمخدرات، يا اما مات مقتول، يا اما هو اللي قتل، يا اما تفكرت اخي الكريم حنقول لك كلمه، تفكرت اول ليله في القبر، تفكرت السكرات والغرغره وتلك اللحظات التي تفارق فيها الحياه وستقبل على رب الارض والسماوات. انا نصيحه لخالتي كي تنصحوا هذوما ذكروا بهذا الامر، ذكروا بالموت والقبر. راك راح تموت سواء بالمخدرات ولا بالمخدرات، ماذا قدمت للموت؟ الموت كلمة توقفت عندها كل مفردات الحياة. عبوك شحب يقول الموت يا خوتنا؟ صح على بالك نسمعوا الموت، عبوك شحب يقول الموت؟ يعني ليس بينك وبين الموت إلا أن يقال فلان مات. عبوك شحب يقول الموت؟ يعني غدوة عرفتوا شحال الساعة 11 12، غدوة إن شاء الله في هذا الوقت بالك واحد فينا يكون في القبر غدوة إن شاء الله. راك تخيل بلي واحد فينا الآن بالك انا راني نتكلم غدوه ان شاء الله في هذا الوقت راهو في القبر يا اخوان. عمرك شحال يقول القبر؟ خلاص انتهى الموت، انتهت الحياه. بالك كنت تؤمل تكسب تكبر تتزوج تجمع دراهم تشري سياره، مشروع حق مشروع، فجاه خرج منها طاح ضربت الطوموبيل مات، رقت ما ماتش، ومن بعد خلاص نقطه الى الصد، كلمه توقفت عندها كل مفردات الحياه. شكون منا راه مستعد؟ تخيل ان كل واحد فينا غدوه هذا الوقت راك في القبر اخي الكريم. حنا دوك تدخل للدار طفي الضوء تغطي راسك الظلمه، شت الوحش اللي يحمر. تخيل القبر اخي، اين الاهل؟ اين الحبيب؟ اين القريب؟ اين الراقي؟ اين الطبيب؟ اين البعيد؟ خلاص اما العزيزه، خلاص الزوجه، اولادي، متاعي، دراهمي، خلاص. بالك غدوه انا نهضر معك غدوه في هذا الوقت راني في القبر. شكون منا راه مستعد يموت يا اخوان؟ السلف رحمهم الله كان ما يقول ابن المبارك كانوا يعملون ويخافون ونحن لا نعمل ولا نخاف. عندك شحال يقول الموت خلاص. والموت اين هي قوه الموت والله؟ كما كان يقول بعض الصالحين قال لك قوه الموت انك لا تدري متى ستموت. علاش نخافوا الموت حنا؟ لا تدري متى ستموت وكيف ستموت وماذا ستقول عند الموت؟ كاين ناس، هذا الناس مات هو يكفر بالله. والله يا اخوان انا اخبرني احد الثقات يعني
عن مغني من كبار المغنيين في الجزائر. مات الشعبي. قال لي والله يا شيخ مرة كنت نهضر معاه جاء الحديث ذكرنا هذاك الانسان اللي كان مغني عفى الله عنه ذكرنا في الحديث. قال لي شيخ قال لي عبالك هذا كي مات؟ قال لي والله. قال لي كي كان في السكرات؟ قال لي صاحبه المقرب له. قال لي قال يقول له قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله ثلاث مرات. كي قال له في الثالثة سبوه بربي ومات. الله يا اخوان سبوا بالله عز وجل ومات. شنو هي قوة الموت؟ ما على بالك شنو حتقول عند الموت؟ على بالك شنو حتقول؟ سبحان الله شنو حتقول؟ راك حتقول الحاجة اللي عشت عليها. من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ولا يظلم ربك أحدا. إنسان عاش يقرأ القرآن يموت قد يموت يقرأ القرآن يموت يصلي. إنسان عاش يكثر من ذكر الله يموت ويشهد ويستغفر ويسبح وهكذا. شفت هذاك حياة الدين حياة عظيمة جدا. هذا هو الموت. شكون راه مستعد فينا يا اخوان؟ وفكرت هذاك الموت واش حاب يقول القبر؟ ماشي نهار يومين بل كاين ناس عندهم 10 قرون 20 قرون في القبر. الله اعلم كيف يعيشوا. خلاص كلش. والله بالك ساعات كي يضعف الايمان تفكر تفكر قول بالك غدوة نموت انا. واش حاب يقول الموت؟ راه كل خلاص كلش. تموت ومازال كلام ما تبتش الى الله. ماذا ستقول الله إذا وقفت بين يدي الله؟ يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه أفنيت عمرك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه؟ وش تقول الله عز وجل؟ إذا رسالتي إلى إخواني الشباب والله 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 ما كاين كيما حياة الطاعة، حياة الرجوع إلى الله، عباك تجد الراحة الطمأنينة، قد يقول قائل عباك أنا عايش بزايد، قد يقول شيخ داك فارغة، قالوا غريبة، واش تقصد معليش فارغة، واش تقصد فارغة ما تقصدش؟ واش عباك بلي مرة واحد قالها لي مرة، قال لي بصح شيخ تايا فارغة، ماكش تقولنا هي، قلت له اسمع عباك أنا ماشي وليد جينيرال، ولا وليد، أنا وليد الشعب، بابا الله يرحمه. الله يرحمه برحمة الله كان خدام هكذا مسكين خبزة حلالية يخدم في البير وحياته كاع طوموبي كانت عندنا يركات ومن بعد باعها هكذا سما شغل حياتنا كاع هذه هي والحمد لله بصح كي تكبر بالحلال ربي يفتح عليك يفتح عليك يعطيك القناة تعيش مهني في حياتك انا نشوفه واش حب يقول فاري هذا مصطلح خطأ في المجتمع واش حب يقول الناس واش حب يقول فاري يعني عنده دراهم ما عنديش دراهم انا شاهم جابوني الاخوة الطوموبي فكان يقول لك هذا فارغه واش تقصد فارغه؟ معليش ربي يفتح عليك يرزقك نعمه نعمه المال الصالح للرجل الصالح بصح نعطيك حاجه والله يا اخوان كلمه فارغه واش حب يقول؟ عندما تصلح ما بينك وبين الله عبر كيفاش تعيش؟ تعيش مرتاح البال مطمئن الحال الناس اليوم عندهم دراهم بل كل واحد فينا يعرف ناس هكذا عنده دراهم عنده حوانات عنده سيارات عنده ده بصح والله يا اخوان عايش حياه الشقاء ولادو والعياذ بالله تدعوا الشر بنته هربت من الدار زوجها تاعو خيانه زوجيه واحد الشيء وتصيبوا بالك مسؤول وتصيبوا بالك عنده مكانه في المجتمع بصح حياه حياه الشقاء انها قول الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا واش ندير لهذا قال الله عز وجل انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا بصح لا كي تكون صالح هذيك الراحة هذيك راحة الباب والله والله ما تسوى بثمن يا اخوان تدخل الباب تحط راسك ترقد تشوف ولادك صالحين صح نعمة ولا لا هذه هي كي تكون عايش عندها قول فارغة نقول لك صح بصح اياك ان تقيس الامور بالمال ماشي نقول لك المال ماشي مليح ماشي كيما قال واحد تروح تقول ما تعيشوا فقراء لا لا بصح انا حبيت نفهمك حاجة ان نعيش في مرضاة الله سيعطيك الله كل ما تريد وهذا سيد الخلق رسول الله عليه الصلاه والسلام. والله يا اخوان بقيت الحياه توحشناها توحشنا حتى احنا كي تقعد توحشناها خاصك كل ما نروحوا كل ما تظلم الدنيا بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي بسبب الذنوب والمعاصي اللي عايشينهم. اسمع ممكن نهار واحد مع العشيه مثلا نقعد مع روحي واش درت في هذا النهار؟ حبكم والله يا اخوان ولا ندير اقعد مع روحك وتفكر حبك تسمع 80% من حياته معصية هذاك النهار 80% من حياته معصية ومن بعد إلى ماذا؟ وفي الأخير
قد يقول قائل بما انه حنايا هذه الحمله التحسيسيه اردنا ان نذكر بها اخواننا. شوف اكبر، وهذه رساله الى الاباء، خاطش كامل راهم يعانيوا، يخاف على وليده. نعم، واليوم نعطيك حاجه، وليدك وليدك الحمد لله كاين اخوان ما شاء الله هنا يا خاوتنا، الله يبارك، يربي وليده ويقف عليه. صحيح كان عايشين في مجتمع واعر، ما كانش حاجه يتربي قليل المسجد وبعض، هذا ما كان. علاش؟ قديما الشارع كان يربي شويه، يربي ربي يشوفك يلعب على المغرب جاركم يقول لك يدخل الدار خلاص طاح الليل، دوكا تهضر معاه ماشي يجيب لك باباه. مول الحال وحنا زمان يربي يا ربي تشري الحلوى بزاف كيجيبها لك العشيه يقول لك شوف يجيب بزاف الحلوى. دوكا خلاص كون يقول هذا واش دخلك راه نعطيك درهم تولي ما تهضرش. فاحنا علاش قلت لك هذا الكلام؟ حنا قد ما نربيو الحمد لله الاخوة يربي وليده، بصح لازم تفهم حاجه، ان وليدك كيخرج من الدار ما تقدرش تسجنه في البيت. ابا كيخرج وليدك من البيت ما راهوش وليدك الان، راه وليد شارع، راه وليد شارع. مره وليدي صغير هذا الدار في العمان باللي يدلي دار دار جميع حكى لي واحد قال لي شيخ كان يسوق في الفيلو في وسط تاعو يسوق في الفيلو هكذا ومن بعد مره راه الدار حكى لي قلت له راه خاطر يعرفوه اي حاجه يقولوا لي قولوا لي اسمع تشوفوا لعل وعسى. بصح مره واحد واش قال؟ قال له زعما وليد الايمه هذه اللي ما نحبهاش انا ما قالهاش. قال قلت له بصح معليش عبد بلي وليد الايمه، شحال يقول وليد الايمه؟ بابا الايمه ماشي وليدي الايمه. وليدي ولد صغير كيما في عمره 10 سنين كيما دراري يلعب به يطيح به بالحجر واش حبيتو يخرج ان الحمد لله ما كاش منها. حتى كي تربي اخوان تتربي لكن في مجتمع. اسمع احنا حبيت نجيب لك الشاهد اين هي وظيفتنا؟ وظيفتنا اننا نربي ابنائنا في البيت نتاخذ الاسباب هذا ودير في بالك يخرج الشارع اياك ان تعتقد راح يقعد لك كيما راهو في البيت. ثم انت دائما دائما وابدا تبقى متابعا لهذا الوالد. احنا اكبر خطا اليوم استقاله الوالدين. كاين الاب والله ما على بال وليده واش وليده. حتى يجي يقولوا له الناس وليدك عنده 3 سنين 4 سنين ويتعاطى المخدرات. جاني غير كيما جاني غير كيما اب وام الله قطعوا لي قلبي باينين بلي الناس ما شاء الله حكوا لي على وليدهم عبرك الاب عبرك دمعات على الراجل غاليه. الزوجه تبكي منه ويبكي منه. قال لي ربيته احسن تربيه وقال لي لاباس بيا ماديا قال لي حاجه ما خصهاش قال لي ونفسد لي في الاقامه جامع قال لي شي ولا له ملحد قال له مازال دخلني للدار قال له مازال امام بربي هكذا قال لي وشعل لي قالو في وجهي في الدار وقال لي وليدي بغيت تشوفه قال لي تشوف البراءه في وجهي قلت له شوف انا ما نزيدلكش انت جيت ليا باش نعاونك. قلت له بصح نقول لك حاجه اكبر خطا هو انت. هذيك زمان كبرت 18 سنه ما نحوش عليها دوك لا ثلاثه حتى تزوجوا مازال تبعوا الله غالب الوقت تبدل. حنا يخبر يقول بصح انا بابا ما كانش يحوس عليا وخرج ماشي كيف كيف دوك انت في الثمانينات وفي 2020 ولا 24 ماشي كيف كيف لازم نفهموا هذه الامور يا اخوان. دوك وليدك صاحبك شئت ام ابيت والا والله ستشقى في الدنيا. قد ما يكون الولد فاسد قد ما تعيش الشقاء انت. كاين ناس يجي يقول لك يا ريت مات يا ريت مات يا ريت ربي ما رزقنيش الدريه على ان يعطيني ابناء مثل هؤلاء. علاش يا خوتنا؟ عذاب شقاء هذا. شكون اول مسؤول؟ هو الاب والام. والامر الثاني من اسباب الوقوع تاع اولادنا خاطر علاش نتكلم انا مثلا زعما لي المشكله في المؤسسات في المتوسطات في الثانويات البنات البنات والله الام والله الاب. الامر الثاني الصحبه. اكبر عامل تاع انحراف الشباب اليوم هو الصحبه الفاسده. شوف اخي وليدك خير له صحابه بالك يقول لك بابا ولا تحرك فيها في الحروب ما كاش دير منها. معليش عندك صحابك واش نسال عليهم واحد واحد. اكبر خطر يداهي ابنائنا اليوم هو الصحبه الفاسده. شكون؟ شكون اللي يداه؟ كيما الصحبه الصالحه شحال واحد حفظ قران لو تساله تقول له كيفاش حفظ قران؟ يقول كل نهار كان واحد يقرا معايا صاحبي كان يحفظ قال لي حفظ قران. فاسد فاسد. روح سالي بديت كيف مخدرات ويبلع الكاشي يقول له كيفاش بديت؟ يقول لك واحد يقرا معايا طهان. والامر الثالث والاخير حب الاستطلاع والاستكشاف والتجربه. عباك الشباب تاعنا اليوم كيفاش راهم عايشين؟ هذا كاع على بالنا. عباك وليدك كيخرج اياه ما تعرفش انت الصاروخ وشنو؟ من تقديم انت
هكذا يهضروا معاهم على بعضهم انت بارد هكذا يهضروا معاهم مسكين ولاد صغير من الرازوج وبعد شنو تعال قول ما عرفتش عطيني تشوف الدخان دايما هكذا الحبه الاولى خلاص ونحت في قلوب الاشكال اشكال هاد الامور ونحت في قلوب انت حتى خلاص يولد يغوص في عالم الانحراف باش تفيق تما خلاص تما الولد لازم يداوي ثم ركز على الادمان شتو وين رانا عايشين يا اخوان اذا هذه بعض الاسباب التي ادت الى وقوع شبابنا والحل ابتداء وانتهاء والله يا شباب الرجوع الى الله انا لنا ان نرجع الى الله عز وجل حياه طاعه حياه عظيمه يعطيك ربي الدنيا واخره فنسال الله عز وجل الحليم الكريم ان يوفقنا لصواب القول والعمل وان يجنبنا اسباب الزيغ والزلل انه قريب مجيب لمن سال. شوف انت انسان يجي يضرب فيها ايفون الاخر ولا اس 24 يحطو ويجيب لهم باكيما هادي ويخليك تشوفو راهو عايش طاع في لاكلاس او عايش لاكلاس ودار كاش حاجه غير في الجنان تاع دارهم ولا في كاش غابه هنا في الحومه انت تقول هاي المعيشه هام الناس عايشين هادو ما مدعمين لهذا الامر باش المعنويات تاعك يحطها ماك يبدا ينتقل من مكان لمكان وانت تعتقد في نفسك انك انت ما راكش عايش ولو كان تشوف النعم اللي ربي راه محوطك بها في هذه البلاد ولا في نفسك والله غير كفر نعم الله هام خاوتنا في فلسطين الله ينصرهم ان شاء الله تعالى في غزه هام لك الان شحال 6 شهور 7 شهور محاصرون 8 شهور محاصرون يضربون من كل جانب يا خاوتي ما كان لا والو ما كان لا سميد ما كان لا كبش ما كان لا لحم ما كان لا والو ما كان لا سندويتش ها او بخنا اخونا قايت ربي يجزيك الجزاء بشوا جمال ها فهمني ماني نقول لك والله غير تبكي الدم غير الكبش غير 26 مليون الكبش شكارة تاع سميد خاوتنا عنده باسبور حمر تاع الانجليز جماعه راحت الغزه دخلت تدخل يشري شكارة تاع سميد يحلف بالله غير 17 مليون تاع 10 كيلو ومن بعد تقول لي هاك بديت له دراهم هاك 17 مليون وين راح يشري وين؟ وين راح يشري سميد؟ ما عنده سميد ما عندوش ما كانش كاع وين يشري يرموا لهم سميد من الفوق ولي سنايبر يستناو فيهم وانت هنايا تخرج في امن وامان سلامه واسلام تضرب شوا تضرب كليب عند موح هاني راش والله العظيم على تحت تشرب اتاي وتزيد تشنف عادي بلاد عادي راك في امن وامان شي قبل 40 سنه ندير وحنا هكذايا قبل 30 سنه ندير وحنا هكذا مباشرة ارهاب كذايا من اللي كان يعلقونا ديرك الحراش والسركاجي هذوك الناس يا مي هذو يقول لك ام حاب يرجعوا لنا التسعين سما شفتونا غير حنايا كي نقول خويا خويا العزيز ما تروحش للمخدرات ما تروحش الحاجة الحرام يماك تبكي عليك باباك خوتك راح تولي مهبول تبداها انت تشكى تبدا الغبره خلاص تروح فيها شفتني غير انا ارهابي بصح هذاك اللي يهبط لتحتها ويقول لك لا ماشي مليح ويدخلها لبلادك هنايا ويروج خوتي واحد ما وسالك او قال لكم الشيخ كون وليد فاميليا باباك ويمك ما شاء الله حاجين بيت ربي داركم قال الله يبارك ما تعرفش كيفاش يطيح على راسك البلا ما تعرفش احيانا تكون قاعد مع صاحبك يطيحوا لك الدوله يلقاو عنده صباط يلقاو عنده بيك راح تقنعو انت باللي هذا ماكش تبيع وتشري راح في كيل الزيت معاه يجرك معاه وقعت كم من مره هادية كل مره هكذا يجي انسان احنا ائمه مساجد يجونا في الجوامع يبكيو الناس كل مره يقول لك وليدي ما خصو والو راح مع جماعه قالوا انت فرشها ما كان والو انت يا هاكتيستي ولا وجعك راسك هاكتيستي ولا من ذاك يلعبوا حتى لعب هذاك الساقط يحطوها له في القهوه يحطوها له في الكازوز يحطوها له في تي ان تي يحطوها له في كوكا يشرب راح السيد كل يوم مونك 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 يبدا يحوس لازم 400 باش يشريها لازم لها التبلاش تاعها لازم يلصق مليح باش يديكولي كيف وشحال لازم له؟ لازم له مليون في اليوم ولا حيجيب مليون يتعرض لي اسرته مشاكل ومع ذاك جيرانه يدنا عليهم جيران زمان كانوا يروحوا يخليوا الباب مفتوح احياء بيناتنا غير اللي زار
دوكا كيروح يشرع البارطمان تاع ويد حومتو بلي فرانجي برانيه باش يكاسيوها في حومتو كبر معاه ما عندك يطيح شغل مكوه في روحه يا سرقوها ما كاش منها هكذا يا خاص سبحان الله هو كان معاهم هو الاول سبه هادي واش جرى هادي جرى المخدرات هادي اللي ماشي كيما زمان زمان كان البنين كانت حسن ثاني تفهم درهم كانوا يبنجوا يحطوا هكذا يروحوا والله ما فيهاش زبل حاشاكم تقدوا تاع الكلام يعني يقولوا جا حسن وش لهم بالله دوكا امشي سندر فينا حال زمان كانت هكذا دوكا والله يا اخوتي نحلف لكم هم شوفوا شوف يا اخي نضحكوا اقسم بالله غير الناس تبكي الدم الان مؤخرا جاني واحد بابا السيد خالي مقصوره قال يهضر مع وليدي انا شفته فهمته تلقى معي وش راك شيخ لاباس بخير لاباس شيخ لاباس انت كيف فيها لاباس شيخ لاباس بخير يخبش هكذا لاباس شيخ وانا نتبعك انا اذا يخبش مسكين واش فينا هذه يا روين مسكين هاي دوك يرحم بابك يا روين هو اليهود كنا نشوفوها هنايا كي كان عندنا غير تيافان بك شفاهم ماكسيموم نشوفوا هكذا يا يبقاو يستناو الناس في ذاك الفيلم هذاك يبداو يبقاو غير يشوفوا لي روين في الجزائر الخط الابيض والخط الاصفر ما كناش نعرفوا حنايا هذه بالكارت تاع كريدي ولا كارت بوستال ولا هكذايا وطبسي هذه ما سمحناش في مجتمع الجزائر مجتمع الرجوله مجتمع الانفه الحياة والحشمه والقدر ما كانتش هذه خوتنا تغير الامر سبحان الله العظيم هذا الامر المستهدف الثاني علاش باش الشباب يولي خلاص يتحللون تولي قلبك ميت تولي قلبك ميت وما تقولش تخطي راسي والله غير يوصل لك البلا جارك يوصل لك البلا يوصل لك والامر الثالث علاش حنا نديروا هذه الامور التحسيسيه حجره في الصباط باذن الله تعالى حجره في الصباط كاين اللي يشوفك ام جاو بداو فهمني ام جاو لي بو لحيه ام حبيونا شغل زمان فهمني عادي حكايتك وروح حجره في الصباط وكل مرة تلقوا هؤلاء الذين في قلوبهم مرض على الدين مستهدف الدين في القنوات في الجرائد في البرامج يجيبوا العباد العيانين وهذا رازوج يجبدوا موضوع تاع الدين يجبدوا على الحجاب على حرية المرأة على المرأة تزوج وحدها على شاب ما عندوش مستقبل في هذه البلاد ما كسروا واحد اللي طابوا كسروهم شوية شوية حتى عاد الواحد مع والديه وخوته واش يشوف برا شوف فهمني شوف عبادة ماشي لا راجل ولا مرأة ما فيش لا يشطح ما فيها ويا رايحة ورايحة 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 أكثر وأكثر خويا العزيز بإذن الله تعالى حنا للمفسدين لأعداء هذا الوطن لأعداء ديننا بإذن الله حجرة في الصباط كما هذاك الجورناليست اللي حكمت الأخين هذاك رايح جاي الجامع جامع الدار جامع الدار دار جامع إيوا كل يوم تشوفه قلت له خويا حبيت نسقسيك قال انا عمل اخت قالت له انت واش تخدم قال انا نخدم اخينا قال كم يخدم اخينا قالها اخينا في الحومه من الدار الجامع الجامع للدار قالت له واش الخدمه هذه قال كي نجي هابط العواد قادوك لي معرياتي صرحتيهم لي حبي يروح يسرق او جاء اخينا بالك اكتبي اسمع خبي الدخان خبي الشم خبي هذه الخدمه تاعنا حجره في الصباط باذن الله تعالى لاننا علاش يا خوتي قد نضحك قد نضحك والله ناس راهي تبكي بدم والشيخ راهو الشيخ الان شد الحرقه اللي يتكلمها هذه حرقه هاديه ماشي هكذاك فقط حنا حابين المجتمع تاعنا يصلح علاش قال لكم الشيخ حمزه ليس لنا سبيل الا الرجوع الى الدين كي ترجع للدين باذن الله تعالى تدخل جامع وتذوق طعم الايمان في قراءة القرآن في تعلم السنة النبوية في مزاحمة الصالحين في الصفوف الأول في ثني الركب في مجالس الذكر والعلم لأن العلم ويثبت هذه الأمور يخلي الإنسان يثبت تتعلم الفقه تتعلم السيرة النبوية تتعلم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هذا هو الإنسان اللي لازم يولي له ولا إلى ما كانش هذيك الطريق كان طريق واحد أخرى والعياذ بالله وكل مرة نسمعوهم لكل مرة يبعثوا لنا فلان انتحر خنق روحه علاش خنق روحه؟ لأنه هذاك الدواء غلب عليه ما قدرش طاح عاود ولا طاح عاود ولا والله نعرف زوج من خاوتنا زوج دخلوا هذه مصحة الأمراض في شلاقة تاع شلاقة والله ما نجحوا مسك عاودوا شويه تاو
وكنت زمان كتبت واحد البحث هكذا درنا في الالوكه زمان على ادمان المخدرات. سقسيت واحد الاخ كان 18 سنه في مكافحه المخدرات، قال لي انا اعتقد اعتقاد جازم ان هذه المخدرات الجديده الصلبه هذه عندها علاقه مع المسح، مع الشياطين والمس. سبحان الله، عندها علاقه مع الشياطين والمس، حتى الاسامي تاعها عندها علاقه. زومبي ما شفتش كيفاش يولي، الناس كاع تشوف فيه مهبول ومازال كيما نقولوا كما كانش رجال يوقف في هذه البلاد ضد هؤلاء الرجال اللي يحبوا يفسدوا البلاد. رانا كيما امريكان نضربوا في اليوتيوب ديروا فيلادلفيا وشوفوا هذوك لي ريال هذوك تاعهم ما يورونوش الكونتي الملاح، الكونتي اللي ماشي ملاح. يقول غير امريكان لي بيلدينغ دولار زعما فوتيك مع صباح. روح وري لي هذوك لي غير تشكك. الطو تاع السيده عندهم مرتفع، تاع الانتحار مرتفع، تاع الشذوذ مرتفع، تاع اللقطاء مرتفع، تاع روح شوفهم كش عاملين شغل زومبي. احنا حابين نقولوا المجتمع تاعنا هكذا ابدا بدين الله تعالى، فقط نعود الى ديننا ان شاء الله تعالى ونحطوا اليد في اليد، نتعاونوا ما من لي مبلي نتعاونوا معاه لانه خونا ومنا وفينا، لازم نعاونوه ونخرجوه. هو غارق هو وعلى نشوفه في البحر ما نقدروش. احنا امه امر بمعروف ونهي عن المنكر، ما نكونوش كما بني اسرائيل الذين لعنوا كما قال ربي سبحانه وتعالى يعني الذين كفروا على لسان وعلى الذين كفروا على من بني اسرائيل كفروا بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. اذا اخي الكريم انا كي نذكرك بهذا الشيء وانت تذكرني باش انت كذلك تولي داعيه، لان كل مسلم داعيه الى الله سبحانه وتعالى. كل واحد وين؟ في دارك، في الخدمه تاعك، في السبور، في التاريخ، مع الفاميليا، ماشي تستنى يجي الشيخ حمزه ولا الشيخ امين باش يدير في الدعوه. ما عندهمش هما العصا السحريه ولا خاتم سليمان. هما الان يذكروك باش تكون انت داعيه الى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذه المشاكل.